لم يخطفها بالراس، وعبد الله يوسف حولها الى ركله ركنيه على يسار حارس المرمى يوسف وعلى يسار مرمى العنابي. هذه الكره موجودة، ابعاد، هدف اول للمنتخب المكسيكي، هدف اول عن طريق سانتياغو تيريغوس، سانتياغو تيريغوس يجعل من المكسيك في المقدمة. المكسيك حاولت في الشوط الاول في عدة من المرات افضلية المكسيك للوصول لمنطقة جزاء منتخبنا، وافضلية المكسيك تتوج وتترجم بالهدف الاول في هذه الاثناء. سانتياغو تيريغوس صاحب الرقم 20، شوف الكرة بالراس ولعبة هوائية، كرة هوائية في اللقطة الماضية يا عبد الله يوسف واحمد محمد اللي كانوا بعيدين عن مراقبة تيريغوس. نعم سانتياغو اللي كان وحيدا، سانتياغو ضرب كرة بالهواء، سانتياغو نعم ووضع هدف أول في شباك العنابي. ليراقب المشهد من خلال هذا اللقاء ويتقدم عبر نتيجة المباراة المنتخب المكسيكي في ركلة ركنية نفس الزاوية اللي حضر فيها الهدف الأول للمكسيك. ترسل عالي هذه الكرة، هي الهدف الثاني، هي الهدف الثاني على نفس الكرة المنتخب المكسيكي ونفس الطريقة المنتخب المكسيكي ونفس الكيفية المنتخب المكسيكي. الركلة الركنية من الناحية اليسرى لمرمى الحارس يوسف رامون خواريز، هذه المرة القائد يسجل الهدف، القائد يسجل الهدف، قائد منتخب المكسيك يضع كرة بالراس ويعلن عن تقدم المنتخب المكسيكي من خلال هذا اللقاء. مدافع قوي، مدافع مميز، كرة عالية من غالديمانز كما هي العادة، غالديمانز اللي صنع الهدف الأول، غالديمانز يصنع الهدف الثاني، ورامون خواريز ارتقى فوق الجميع. وين المتابعة أيضا من خلال هذه الكرة، كرة تسكن مرمى العنابي للإعلان عن هدف ثاني للمنتخب المكسيكي. 2-0، واللاعب الأساسي في المباراة الأولى والأساسي في المباراة الثانية لم يتم استبداله برفقة حارس المرمى. كرة عالية خطيرة خطيرة، والثالث، الثالث، الثالث يأتي، هدف ثالث بنفس الطريقة، هدف ثالث بنفس الطريقة، ثلاث أهداف بنفس الطريقة، ثلاث أهداف بنفس الطريقة للمنتخب المكسيكي. ثلاثية للمكسيك هي العرضية من الناحية اليسرى، نعم من ركلة ركنية يأتي هدف، من ركلة ركنية يأتي هدف ثاني، صاحب الرقم 9 لوكا مارتينيز يسجل الهدف الثالث. شوف الكرة بالراس المرة الأولى القائم العارضة الأفقية، المرة الثانية متابعة غير موجودة في القائم الثاني. مبارك شنان يترك لوكا مارتينيز، انتشار لاعبي المنتخب المكسيكي، دفاع المنطقة رجل لرجل، كلها غابت عن لاعبي منتخبنا في دور التغطية في الثلاث أهداف اللي حضرت للمنتخب المكسيكي. منتخب المكسيك يتقدم بثالث الأهداف، 3-0، 3-0، وموسم جيد يعتبر لعبد الله الصليطي مع النادي العربي، اللاعب المميز اللي اليوم يلعب كظهير. عبد الله الصليطي في المباراة الماضية أمام استراليا كان الرابع في الحديث عن عبد الله الصليطي اللي كان كمدافع في مباراة استراليا. لا يوجد من يدافع عن الوان العنابي أمام المنتخب المكسيكي من خلال هذا اللقاء الودي برباعية، رباعية ورباعية في توقيت يعتبر قصير جدا. المنتخب المكسيك يظهر بالهدف الرابع من خلال هذا اللقاء. لوكا مارتينيز، هو لوكا مارتينيز يسجل الهدف الرابع والثاني شخصيا. شوف الكرة، عبد الله يوسف، عبد الله يوسف لم يعود بالطريقة الجيدة، خطفها لوكا مارتينيز، العلي لم يلحق بالكرة الماضية، والعلي يشاهد الكرة وهي تعانق الشباك، وبالتالي رباعية، رباعية، رباعية في توقيت قصير جدا للمنتخب المكسيكي، كأنما المكسيك التي انتظرت طول هذا الوقت